ريما مرحبا بك وأيضا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يحبس المواطنون الأمريكيون أنفاسهم في اللحظات الأخيرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، لم يعد يفصلون عنها فقط إلا يوم واحد. الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء 3 نوفمبر المقبل. الملاحظ قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذه النافذة، الملاحظ هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن ريما وأيضا في عدد من المدن الكبرى والمهمة هنا في الولايات المتحدة هو التأهبات الأمنية المشددة. وزارة الأمن الداخلي القومي الأمريكي أعطت تعليماتها لمعظم أفرادها وفرقها برفع مستوى التأهب الأمني تحسبا لأي احتجاجات أو مظاهرات أو أي أنواع من الفوضى قد تعم شوارع المدن الأمريكية، بالتحديد واشنطن ومحيط البيت الأبيض، وهو لا يبعد عنا هنا إلا ربما 200 أو 300 متر، تخوفا من خروج هذه الاحتجاجات والقيام بأعمال شغب أو ربما مواجهات بين أطراف مختلفة أو مواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة. السواتر والحمايات الإضافية التي تضعها هنا البنايات والمتاجر والمؤسسات هنا على بوابتها ونوافذها الزجاجية تعم كل مناطق العاصمة واشنطن، طبعا مخافة أن يحصل هناك أنواع من عمليات الشغب والتكسير وربما السلب والنهب، وهذا متوقع بالمناسبة. وجميع المحطات التلفزيونية هنا في الولايات المتحدة تتحدث عن ذلك، بعض المحللين يرجحون ذلك خصوصا إذا ما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الانتخابات، وخصوصا أيضا إذا ما كان الفاصل أو الفارق بينه وبين خصمه الديمقراطي ضئيلا جدا، حينها ربما قد يكون الأمريكيون ينتظرون أياما عصيبة تعقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. في انتظار ذلك اليوم يكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن جولاتهم المكوكية في ولايات حاسمة في الغرب الأوسط الصناعي، وهو منطقة قد تحدد من سيكون الرئيس المقبل طبعا، وأيضا في ولايات الساحل الجنوبية الشرقي في سباق مع الزمن لحشد الناخبين قبل يومين من هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن يزور ترامب اليوم خمسة تجمعات في ولايات ميشيغان وآيوا ونورث كارولينا وجورجيا وفلوريدا أيضا، بينما يزور منافسه الديمقراطي جو بايدن ولايتي أوهايو وبنسلفانيا التي يرجح أن تكون هي الفيصل في تحديد الفائز. وتشير استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة إلى أن بايدن يتفوق بفارق واضح على ترامب، لكن استطلاعات الولايات المترجحة تظهر تقارب نتائج المرشحين حتى اللحظة. من جانبها قالت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس إنها واثقة من قرار حاسم في ليلة الانتخابات، وأضافت خلال كلمة لها في فلوريدا أنها لا تعتقد أن حسم الانتخابات سيكون أمام المحكمة العليا الأمريكية. فيما أكدت كيثي بوكفا الوزيرة المحلية في ولاية بنسلفانيا أن عدد بطاقات الاقتراع في الانتخابات الحالية سيفوق بعشرة أضعاف بطاقات الاقتراع قبل 4 أعوام، معتبرة أنه سيتم عدها في غضون أيام. وأكدت المسؤولة المحلية أن بطاقات الاقتراع التي سترد بعد 3 نوفمبر سيتم عدها، وبعدها ستفصل عن أوراق الاقتراع الواردة قبل هذا التاريخ بانتظار حكم قضائي نهائي في طريقة التعامل معها. وصلت نسبة الناخبين الذين شاركوا في التصويت المبكر في ولاية فلوريدا بالتحديد إلى 59% من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات هذا العام. وينتهي التصويت اليوم في المقاطعات الجنوبية في الولاية بعد أن توقف في مقاطعات متفرقة فيها أمس، حيث يعطي القانون الصلاحية لحكام المقاطعات بتحديد موعد انتهاء التصويت. بلغ عدد الناخبين الأمريكيين الذين شاركوا في عملية التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية لهذا العام قرابة 90 مليون شخص. وبعد هذا ويعد هذا رقما غير مسبوق، إذ يمثل نحو 65% من إجمالي المشاركين الذين شاركوا في الانتخابات الماضية عام 2016 التي فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويعكس ذلك الاهتمام الشديد بالانتخابات قبل يومين فقط من انتهاء الحملة الانتخابية، وأدت المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا إلى كثافة في التصويت عبر البريد. الآن ينضم إلينا مراسلنا في نيويورك نبيل أبي صعب. مرحبا بك نبيل، اليوم هو آخر يوم مسموح للمواطنين أو الناخبين في ولاية نيويورك للتصويت،
كيف يتوقع أن تكون نتائج هذه الأصوات المبكرة، وكيف ستحسم النتيجة النهائية لساكن البيت الأبيض الجديد؟ نعم بدر، الصورة التي أجملتها بالنسبة للولايات المتحدة عموما، نيويورك هي جزء منها. الأقبال كثيف جدا على التصويت المبكر في مدينة نيويورك وحدها. وصل عدد المصوتين باكرا مساء أمس إلى نحو 1 مليون ناخب، هذا الرقم يتجاوز نسبة 50% مقارنة بالاقتراع في العام 2016، وستغلق أقلام الاقتراع بعد نحو 40 دقيقة من الآن، وستستأنف عملية الاقتراع في يوم الانتخابات في 23 نوفمبر. النسبة يتوقع أن تتجاوز 50%، قد تقارب 60% من عدد الناخبين في مدينة نيويورك. لاحظنا من خلال توزع إقبال الناخبين، صحيح أن أغلبية الأصوات هنا تذهب للحزب الديمقراطي، ولكن هناك دوائر تصوت في مدينة نيويورك تقليديا لصالح الحزب الجمهوري، مثلا ستاتن آيلاند وهي واحدة من مناطق مدينة نيويورك تصوت عموما للحزب الجمهوري، فيها إقبال جيد ولا يقل حماسة عن باقي مناطق مدينة نيويورك. هذا الأمر يعني يخالف التقديرات التي كانت أشارت إلى أن معظم الناخبين الذين يصوتون باكرا هم ديمقراطيون، وبالتالي التوقعات أن التصويت المبكر لن يقتصر فقط على الناخبين الديمقراطيين، ربما يعود ذلك إلى مخاوف من وباء كورونا وعودة تفشي هذا الوباء في نيويورك وفي مناطق أخرى. أيضا ملاحظة أساسية وهي الضعف اللوجستي والمشاكل الكبيرة في آلية الانتخابات. نيويورك عانت من مشاكل تقنية، مثلا كان هناك أخطاء وصل عددها إلى نحو 100,000 في بروكلين وحدها الشهر الماضي. هذه الأخطاء يعني تنوعت بين مثلا أخطاء بأسماء الناخبين، عناوينهم البريدية وسواها من الأخطاء التقنية. تم تجاوز معظم هذه الأخطاء وإصلاحها، ولكن هذا الأمر لم يشمل كل الأخطاء، وبالتالي هناك توقعات بأن لا يرضى كل الناخبين بالكيفية التي تمت معالجة فيها الأخطاء فيها. أيضا هناك الهاجس الأمني كبير جدا في نيويورك التي كانت عانت قبل 3 أشهر من عملية تخريب وتكسير وسرقة، نلاحظ ذلك من خلال الإجراءات التحسبية والاحترازية التي اتخذتها المتاجر وأيضا الشركات الأمنية الخاصة التي عليها إقبال كبير من المؤسسات الخاصة للاستعانة بخدماتها تجنبا لمثل هذه الأعمال في يوم الانتخابات وربما في الأيام القليلة التي ستلي يوم الانتخابات. نبيلة، شكرا جزيلا لك، إذا تفضلت ابقى معنا إذا سمحت. الآن تنضم إلينا أيضا زميلتنا جويس الحاجخوري، مراسلتنا الموجودة حاليا في ميشيغان. مرحبا بك جويس. لاحظنا مؤخرا تحركات شبه يومية مكثفة جدا من قبل الرئيس الأمريكي في تلك الولاية، بالتأكيد يوليها أهمية كبيرة في ترجيح كفته على حساب الديمقراطيين. خلاصة لتحركات ترامب في ميشيغان. بطبيعة الحال بدر، الحصول على 16 صوت في المجمع الانتخابي وهو عدد أصوات ميشيغان في المجمع هي ضرورة بالنسبة لدونالد ترامب. اليوم كان صباحا في ميشيغان، سيكون أيضا غدا هنا تحديدا في ديترويت العاصمة، وكان لافتا أنه على الرغم من تساقط الثلوج كان هناك الآلاف ينتظرون في الهواء الطلق وفي درجات حرارة متدنية للاستماع إلى خطاب ترامب، وعود متجددة كما هي الحال في كل مناسبة، بخطة اقتصادية، بخطة أيضا لشركات تصنيع السيارات، ومعلوم أن ميشيغان هي من أكبر عواصم تصنيع السيارات
في العالم، وأيضا انتقاد لجو بايدن، وأنه في حال وصل جو بايدن إلى سدة الرئاسة فإن الأمور ستتدهور تحديدا على الصعيد الاقتصادي. كما ذكرت غدا أيضا سيكون في منطقة أخرى في ميشيغان يحاول دونالد ترامب الحصول على تأييد أكبر في هذه الولاية. ولافت كان تدني الفارق بينه وبين جو بايدن الذي لا يزال بحسب استطلاعات الرأي متقدما، وإنما بفارق 6 نقاط، بالأمس كانت 10 نقاط، وإنما يبدو أن الفارق يتقلص شيئا فشيئا. ربما هذه الزيارات تؤدي إلى تعاطف واستقطاب لمزيد من الناخبين لصالح دونالد ترامب، ولكن بدر على أي حال لا يمكن التكهن أو الحسم بمجريات الأمور في ميشيغان وفي الولايات الأخرى الحاسمة والمتأرجحة قبل يوم الثلاثاء المقبل. بدر؟ أكيد هذا يحدد في يوم الانتخابات نفسه، وفي ليلة الانتخابات سوف نعرف إلى أين اتجهت أصوات المواطنين الأمريكيين. شكرا جزيلا لك جويس الحاشخوري من ميشيغان، نبيل أبي صعب من نيويورك، شكرا لك أيضا. استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية تركز على الزيارات المتوالية للولايات المختلفة، ويرى ذلك المراقبون محاولة لتقليص نفقات الإعلانات السياسية في ضوء تراجع التبرعات لحملته الانتخابية مقارنة بتضخم في كمية التبرعات التي حصل عليها المرشح الديمقراطي جو بايدن التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات من المتبرعين الديمقراطيين. لنتابع هذا التقرير الذي يشرح لنا هذا الموضوع. نهاره يبدأ بالحديث مع قناته المفضلة، بعدها يتحدث مع الصحفيين قبل مغادرته واشنطن، ويتوقف في ولايتين يوميا وسيرتفع العدد إلى 5. في غضون ذلك ينشر سيلا من التغريدات غير المتوقعة. في كل هذه المحطات رسالته واضحة. أنتم تشاهدون الكثير من الاستطلاعات الكاذبة، لدينا أرقام استطلاعات رائعة، إنهم يقومون بكل ما في وسعهم لقمع تصويتكم. قبل 4 سنوات استخدم ترامب الاستراتيجية ذاتها، أن تكون في كل مكان في كل وقت برسائل غير متوقعة. يصفها المراقبون هنا بأنها استراتيجية الهيمنة لمنع وصول رسائل خصمه، فهو عادة لا يجد صعوبة في إيجاد الخصوم، ويروي لجمهوره كيف أصبح ضحية الإعلام واليسار وشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد يضيف لهذه القائمة كبير خبراء الأمراض المعدية في إدارته أنتوني فاوتشي أو آخرين، والنهاية هي الانتصار في المواجهات كلها حتى وإن كان الواقع خلاف ذلك. المشكلة أن عليه الفوز بتصويت الناخبين المتأرجحين، وما يفعله الآن قد لا يعني بالضرورة أنها استراتيجية ناجحة، فهو يحاول إثارة غضبهم بالقول إن ما يجري ليس عادلا وأن الانتخابات المقبلة مزورة، وربما يحاول تنشيط قاعدته الشعبية لتشجيع الناخبين المتأرجحين على عدم التصويت. تساهم هذه الاستراتيجية أيضا في تخفيض نفقات ترامب، وهو أمر يفيده في التغلب على انخفاض حجم التبرعات المقدمة له، إذ تشير أرقام تبرعاته الشهر الماضي إلى تقدم خصمه الديمقراطي بايدن بنحو 200 مليون دولار، كما تظهر أرقام عام 2016 أنه وصل إلى البيت الأبيض بنصف حجم الأموال التي صرفتها منافسته هيلاري كلينتون. يعتقد ترامب أن الوقوف أمام أنصاره لساعات يترك انطباعا إيجابيا بشأن قدراته كرئيس، يتجاهل قيود المرض ويواجه منافسا أكبر منه عمرا يعتمد على الحملات الانتخابية التقليدية. زيد بن يامين، العربي، واشنطن. صحيح أن المعركة السياسية الانتخابية هنا في الولايات المتحدة تخاض في صناديق الاقتراع، ولكنها تخاض بنفس القوة وربما بحدة أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن سنعود إلى لندن إلى زميلة بدر سليم لتطلعنا على ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بدر، إليك في لندن. نعم، شكرا لك بدر الدين الصائغ، كنت معنا من واشنطن، ولنا عودة أخرى إليك. قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية كثف ترامب من تجمعاته الانتخابية في ولايات رئيسية في محاولة مستميتة لتحدي استطلاعات الرأي ولإحراز تقدم على غريمه الديمقراطي جو بايدن. 10 مؤتمرات انتخابية يعقدها ترامب في يومين، وهو أكبر عدد فعاليات يعقدها على الإطلاق في محاولة لاستمالة الناخبين في الولايات المتأرجحة التي تظهر تقارب نتائج المرشحين.
في حين يركز بايدن حملته على ولاية بنسلفانيا وانضم إلى حملته في ميتشيغان الرئيس السابق باراك أوباما الذي سخر من إدارة ترامب لجائحة كورونا واتهمه بالغرور. ومع العد التنازلي للانتخابات يخيم التوتر على البلاد، وتحصنت العديد من المتاجر في العاصمة واشنطن وفي مدن مختلفة خوفا من وقوع أعمال شغب، لا سيما وأن ترامب رفض إعطاء تطمينات بشأن التداول السلمي للسلطة حال فشله في الانتخابات، بل إنه تنبأ بحدوث فوضى. ترامب أيضا احتفى باعتراض عشرات المركبات التي تحمل شعارات مناصرة له لحافلة تابعة لحملة بايدن في تكساس، وهو ما لقي استهجانا كبيرا على المنصات الاجتماعية. يقول مثلا مات موريس: ترامب يروج للإرهاب في بلده، يا له من عالم مجنون. فيما تساءلت بريانا: لا أفهم كيف لم يعلق موقع تويتر حساب ترامب، ما فعله دعوة صريحة لافتعال عنف انتخابي. وعن المشاركة في عملية الاقتراع، رصد الصحفي ريتشارد هول أقبال الشباب بأرقام قياسية في كارولينا الشمالية وعدد من الولايات المتأرجحة الأخرى، وقال إنهم قد يلعبون دورا حاسما في الانتخابات، وإن ترامب قد أثار نزعة تقدمية فيهم. وبالطبع كثر الحديث عن حرب أهلية محتملة، فالكاتب الأمريكي جون بافلوفيتس علق: لا نريد حربا أهلية، هذا ما حصلنا عليه بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية، أريد أن تخسر الكونفدرالية الانفصالية ويخسر أنصارها مرة أخرى وللأبد. وننهي بهذه التغريدة من الأكاديمي عبد الله الشايجي الذي اعتبر أنه لم يسبق لرئيس أن شكك وهدد بالطعن بنتائج الانتخابات، ولمح لعدم اعترافه بها كما يكرر ترامب: لأول مرة هناك خشية من أعمال عنف وقتال يوم الاقتراع، الأمريكيون يشترون السلاح. نعود إليك بدر الدين الصائغ إلى واشنطن مرة أخرى. شكرا جزيلا لك يا بدر. واجه رؤساء أمريكيون فضائح خلال ولاياتهم، أدركوا خلالها أن حكمهم ليس مطلقا في الدستور الأمريكي. هذا التقرير يجمل لنا بعض أهم تلك الفضائح، لنتابع سوية. فضائح سياسية وأخلاقية لاحقت عددا من الرؤساء الأمريكيين في محطات تاريخية مختلفة. بعد التعادل بين جون كوينسي آدمز وأندرو جاكسون في انتخابات الرئاسة عام 1824، أعلن مجلس النواب دعمه آدمز. جاكسون اتهم خصومه بإجراء صفقة لسرقة الانتخابات، وأدى التفاف أنصار جاكسون حوله إلى تأسيس الحزب الديمقراطي. وخلال ولاية يوليسيس جراند الثانية عام 1875، كشفت وزارة الخزانة عن جهد منظم من قبل صانعي الويسكي للاحتفاظ بعائدات الضرائب ورشوة مسؤولي مصلحة الضرائب، شملت الإدانات مساعد الرئيس وسكرتيره الشخصي. لكن تم تبرئة جرانت الذي كان أول رئيس في منصبه يدلي بشهاداته طوعا في قضية جنائية. أشهر الفضائح الرئاسية تبقى ووترغيت خلال رئاسة ريتشارد نيكسون، حين قبض على 5 رجال لاقتحامهم مقر الحزب الديمقراطي. الاقتحام كان جزءا من حملة تجسس ضد معارضي نيكسون الذي اضطر إلى الاستقالة عام 1974. في العام 1985 بعت إدارة رونالد ريغان صواريخ لطهران رغم الحظر الأمريكي مقابل إطلاق سراح رهائن أمريكيين. أحد مساعدي الرئيس حول أموال صفقة الأسلحة إلى مجموعة تعارض النظام في نيكاراغوا كونترا، رغم اتهام 14 شخصية من إدارة ريغان. لم تجد تحقيقات الكونغرس أي دليل على تورط الرئيس. ظهرت فضيحة العلاقة العاطفية بين بيل كلينتون والمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لويسكي عام 1996. مجلس النواب ذو الأكثرية الجمهورية اتهم كلينتون بالحنث باليمين وعرقلة العدالة، لكن مجلس الشيوخ برأه. الرئيس الحالي دونالد ترامب تلاحقه الفضائح منذ توليه السلطة، لعل أبرزها التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية أقر تهمتي عرقلة العدالة وإساءة استعمال السلطة بحق الرئيس في قضية محاولته الضغط على أوكرانيا كي تقدم له معلومات تدين ابن منافسه الديمقراطي جو بايدن، بينما برأه مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية.
نافذة واشنطن انتهت، لكن التنافس والصراع السياسي والانتخابي هنا لم ينتهي بعد، وسنكون معكم في النشرات المقبلة لمتابعة تفاصيله مع مراسلينا. الآن عودة إلى لندن وريما.